Anas Zoubir, make-up artist, hairdresser, ça veut dire maquilleur et coiffeur et effets spéciaux. J'ai travaillé avec des gens beaucoup et j'ai la chance de travailler avec eux, comme le French Montana, Red One, Dina Jane, dans le Maghreb, Jamila Badawi, Daoudia, ريم ديرنييرمون. المهم بزاف ديال لي زارتيست جو في ديزولي الا نسيت شي حد، ولكن خدمت مع بزاف ديال المغنيين. وانا درت السينما، انا بديت بالسينما المغربيه والسينما العالميه، يعني سكيل في جي في دي فيلم امريكان، جي في دي فيلم ماروكان. اخر فيلم مغربي درته هو فاطمه المرنيسي من اخراج عبد الرحمن سي محمد عبد الرحمن تازي، من المخرجين المهمين بزاف في المغرب. وهضرنا على واحد الشخصية اللي هي مهمة، اللي هي فاطمة المرنيسي، اللي مهمة في حياتنا ومهمة ككاتبة كشخصية كسوسيولوج في المغرب. ملي كنهضروا على ميك اب ارتيست، سافو دير ميك اب وكاين ارتيست، يعني سافو دير خاصو يكون ارتيست باش يكون ميك اب. ودابا كنشوفوا بزاف ديال الاشكال والانواع اللي انستغرام ويوتيوب اللي حلت لهم الباب. داكور شو داكور شو نو سي با كونتر، مي كنشوفوش متلصقين والناس كيتلاحوا لهذه الخدمه، اللي نورمالمون خاصك تكون فيها ارتيست باش تكون ميك اب ارتيست. شويه صعيبه ومعادله شويه خاصو ما يتقال فيها، لان شوف ماكيور يقدر يماكي المو، يقدر يماكي الختو، ولا تقدر ماكي الختها ولا المها، ماشي هي ميك اب ارتيست تكون في الواجهه وتاخذ ممثل ولا مغنيه ولا تاخذ بديك. صعيبه شويه، صعيبه. انا غنقول لك واحد المعلومه اللي اصلا المغاربه ما عارفينهاش. انا فاش بديت السينما المغرب، فاش جيت السينما اون جينيرال، لقيت كاين دي فام بلوس كو لي زوم، مي هذوك لي فام حنا ما كنعرفوهمش دابا لحد الان، ولكن هذوك رواد من رواد السينما، يعني سافو دير فنانه من الفنانين ديال اللي طلعوا السينما العالميه والمغربيه او ميم طو. هذوك الناس ما كنعرفوهمش لحد الان، ما معروفينش بالمعنى، مي عندهم قصص وحوادث اللي يقدروا يعاودوا لنا، نقدروا نصدموا كاملين، لان المحتوى والدومين ديال المكياج ولا كوافير كان معطي لي فام هنا في المغرب بكل صراحه. دابا الرجال يلاه بداو، ويلاه بدينا كنشوفوا، بزاف لي زوم اللي تلاحوا لهذا الدومين، واخا كانوا فيه من زمان، ولكن انا شخصيا عرفت النساء اكثر من الرجال في الدومين في الاول ديالي، مي دابا ولا كلشي كيدير المكياج رجال وعيالات. غنقول لك واحد الكلمه اللي انا غادي تقدر تفهمني واي واحد يقدر يفهمني. ارتيست ما كيتلمش بالشكل ديالو، ما كيتلمش ب لا واش داير بيرسينغ، واش شعرو زعر، واش شعرو اشنو كتعطي في يدك. اما لو ستيل كيبقى بيرسونيل، لو ستيل ديالك ماشي الخدمه ديالك اللي غادي، هذا غلط. ارتيست كيبقى ارتيست وما كنقدرش. علاش قلت لهم الاختلاف زوين، وواحد فاش يكون مختلف كيعطي حاجه زوينه، والاختلاف مرغوب. واخا كنشوفوا حنا الاختلاف هنا في البلاد العربيه، شويه الاختلاف كيدير واحد ضجه، من ذاك الضجه كتبقى ضجه في فنجان فقط. اي فن واي حاجه كدير باليد واي حاجه كدير بالدراع واي حاجه كترسم، حكا دا من نوع من انواع الرسم، حكا دابا فاش كتبدل الشخصيه من شخصيه لشخصيه، هذا رسم وهذا رسم وهذا ابداع. فاش كتبدل كترد واحد عنده 20 عام كتردو عنده 70 عام ولا 80 عام، هذا ماشي ابداع، هذا ما يمكنش يكون غير ابداع. الفن في المكياج صعيب وبحر عميق جدا، يعني هذا فن لا ينتهي، وكل واحد عنده لو غراند سيل ديالو. المكياج ديالي ماشي بحال المكياج ديال جواد قنانه، ماشي بحال المكياج ديال اشرف ذكير، ماشي بحال المكياج ديال سونيا نقادي، ماشي بحال المكياج ديال كل واحد عنده واحد الطابع وواحد الرسمه وواحد البصمه ديالته. هذا هو اللي كنسميه انا ميك اب ارتيست، لان كنعرفك بلا
كنشوف داك المكياج كنعرفو بلا مكياج ديال فلان ولا مكياج ديال فلان. هاد هي القوه اللي كتكون عند الميك اب ارتيست باش يكون ميك اب ارتيست، كنعرفو المكياج ديالو من غيره. شتي الغوج اليفغ اللي كيديرو الصحراويات والميك اب اللي كيديرو في العينين وداك الكحل وداك الشيء ولا طوندونس فراسك اللي تقدر. انا شوف هذه رؤيه شخصيه ولكن نقدر نشارك مع الجمهور يقدروا يردوا البال لهذه القضيه هذه اللي غادي نقول. شتي المكياج الصحراوي الا جينا نشوفوا كيفاش داير وكيفاش قريب المكياج ديال كيم كارداشيان اللي دابا هو طوندونس، اللي هو دابا طوندونس وطوندونس عالمي. الا جيتي المكياج ديال الصحراويات غتلقاه تقريبا قريب المكياج ديال كيم كارداشيان. هذا انا كنقولها انا، هذه فيزيون شخصيه ديالي انا، وخلي بنادم يعرف الباك جراوند ديالو من هادشي اللي قلت. شوف يرجعوا غير شويه للصور ديال لي فام العيالات الصحراويات وكيفاش كيماكييو، غادي يلقاو لي كولور ولي كولور تير ولي كولور ان بو فونسي كوتي ليلاف في العينين الكحول. هادو ولاو ماركة عالمية في ميريكان اللي ولينا دابا. انا عندي في الفكرة ديالي بلا انا شفت هادشي في المكياج الصحراوي. هادي رؤية شخصية وانا كنقولها وكنعاودها رؤية شخصية، وبغيت بنادم يعاود يرجع ويعاود يرجع شوية الباك جراوند ديال هذيك كيم كارداشيان والمكياج الصحراوي، وغادي يشوفوا كاين واحد التشابه كبير. انا مش با ترو انستغرام ولكن الظروف والعالم كيفاش غادي خلاتنا خاصه ضروري نهتموا شويه بانستغرام. انا يلاه وليت شويه كنهتم بانستغرام. انا انستغرام ديالي سميتو ناش زوبير. انا شي فاسيني دون مانيير انكرويابل بار لو ميك اب الصحراوي. علاش؟ حيت هذاك الكونت ديال المغرب، هذاك الجهه المغربيه اللي هي مغربيه واصيله، عندها مكياج سبيسيال وعندها ثقافه سبيسيال وعندها بزاف ما نقدروا نجبدوا. ما كنهضروش على المكياج الصحراوي وما كنهضروش على الفام الصحراويات، كنعرفوا الجمال الصحراوي ولكن المكياج الصحراوي بغينا نهتموا به واحد شويه لانه خاص وخاص جدا.